تلقى النظام الإيراني في طهران خبر تحرير مطار الحديدة كهزيمة استراتيجية زادت من سوء أوضاعه المدنية، وهو ما يعد انعكاسا لضعف النظام وتراجع نفوذه في عدة مناطق، خصوصا وأن تحرير المطار يقطع الدعم والإمداد الإيراني عن الميليشيات. عندما يفيق الولي الفقيه على صفعة مؤلمة كتحرير مطار الحديدة بشكل كامل في اليمن، فإن أركان النظام في طهران ترتعد وتتقهقر من تحت قدمي المرشد الأعلى، فهو بلا ريب يدرك تماما حجم الخسارة المدوية التي ألحقت بميليشياته الإنقلابية وانقطاع الشريان الرئيس الذي يغذي هذه الميليشيات بالمال والسلاح والغذاء، لتكون هذه الميليشيا الإيرانية في أوهن حالاتها بعد أن دخلت قوات التحالف العربي مطار الحديدة وحررته، بل وتجاوزته إلى داخل الحديدة واقتحامها الربيصة جنوبا في طريقها لميناء الحديدة الاستراتيجي. إنها الخسارة الأصعب والهزيمة الأنكر التي يلحقها التحالف العربي في وجه المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ذاك المشروع الذي أصاب الأمن والاستقرار في الدول العربية لفترة طويلة، اجتاح العراق وسوريا ولبنان واليمن، وها هو يتحجم أمام خسائره المتتالية في الميدان وانعزاله عن المجتمع الدولي لما يواجهه النظام في طهران من فضائح بشعة تثبت تورطه يوما تلو الآخر بدعم الإرهاب وتمويله على حساب لقمة عيش شعبه المضطهد، فلا خلاص له إلا بالانصياع لمعطيات الواقع ومطالب شعبه في الداخل وشعوب الدول التي عاث بأمنها واستقرارها بالتراجع عن مطامعه الإرهابية. الأدلة الميدانية الدامغة أثبتت تورط هذا النظام بدعم ميليشيات الحوثي وغيرها من الميليشيات الإرهابية، ليقع بذلك في بوتقة واحدة مع داعمي الإرهاب الآخرين في المنطقة، وكأن لسان حال اتصال أمير قطر جاء كتربيتة على كتف روحاني بعد أن تحجمت ميليشياته وتراجعت أمام قوة التحالف والشرعية.